أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم في يوم جديد من أخبار الصباح من العربية. صباح الخير يا أسامة. صباح الخير يا حنين، وصباح الخير على مشاهدي العربية في كل مكان حول العالم. حال العالم هذا الصباح، البداية كالمعتاد بالعناوين. بايدن يرجح تراجع إيران عن ضربتها الانتقامية في حال إقرار الهدنة، والبيت الأبيض يدعو حماس للمشاركة في المفاوضات. ليست أيام ترامب الأفضل، حملته في فيرجينيا تعرضت للسطو، وأسهم الشركة الإعلامية تتراجع ب5%. لصد توغل كييف في كارسك الروسية، روسيا تقرر سحب بعض قواتها من الجبهة في أوكرانيا. بسبب التقلبات ولمواجهة الأزمات، فوربس تقول إن البيتكوين أصبح أفضل من الذهب في الاستثمار. في ظل التصريحات المتضاربة حول حالة التصعيد في المنطقة، وبعد الأنباء عن إرجاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارته إلى المنطقة بسبب ضبابية المشهد، توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تمتنع إيران عن توجيه ضرباتها الانتقامية إلى إسرائيل في حال التوصل لهدنة ووقف لإطلاق النار في غزة، ذلك من خلال جولة المفاوضات الجديدة التي من المفترض أن تبدأ غدا. أما البيت الأبيض فدعا كافة الأطراف إلى المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع بما فيها حماس. كما جدد المتحدث باسم البنتاغون التأكيد على أن هدف واشنطن من إرسال قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط هو حماية إسرائيل في حال تعرضت لأي هجوم من إيران، لكنه أكد في ذات الوقت أن الولايات المتحدة تسعى في المقام الأول إلى تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد. تركيزنا ينصب على تهدئة الوضع. لقد وضعنا هذه القدرات الإضافية في المنطقة لتمكيننا كما أبرزت من حماية قواتنا، ولكن أيضا لدعم الدفاع عن إسرائيل في حال تعرضها للهجوم. لن أتكهن أو أخوض في فرضيات بشأن متى أو إذا شنت إيران هجوما أو شن أحد وكلائها هجوما، فلقد كانت تعليقاتهم العامة واضحة للغاية. لذلك علينا أن نأخذ تلك الأمور على محمل الجد. تركيزنا ينصب على تهدئة التوترات، العمل على الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم. البيت الأبيض دعا أيضاً كافة الأطراف إلى المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع الجاري بما في ذلك حماس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن فريقاً من الأمن القومي سيسافر إلى المنطقة للمشاركة في المحادثات بشأن غزة، حيث سيزور أمس هاكشتين بيروت، بينما سيقوم بريت ماكورغ بزيارة القاهرة والدوحة. أما المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة فشددت على أن هدف واشنطن هو خفض التصعيد في الشرق الأوسط والردع والوقوف في وجه أي هجمات مستقبلية وتجنب الصراع في المنطقة. وأضافت كذلك ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن أن هذه الأمور ستتحقق من خلال البدء بإتمام اتفاق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وكذلك أيضا الإفراج عن المحتجزين. إلى ذلك ليندا توماس غرينفيلد قالت إن الولايات المتحدة والوسطاء مستعدون لوضع مقترح لحل المسائل العالقة على نحو يلبي توقعات كل الأطراف. أما نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكشف أن قطر تعمل على ضمان مشاركة حماس في مفاوضات غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن تمضي المحادثات قدما هذا الأسبوع ابتداء من غدا. الشركاء في قطر أكدوا لنا أنهم سيعملون على أن يكون لحماس تمثيل في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، ونتوقع تماما أن تمضي المحادثات قدما.
أما على صعيد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فدوت سفارات الإنذار في ميروم بالجليل الأعلى شمال إسرائيل. ذكرت أيضا تقارير إسرائيلية أن قصف صاروخي كبير نسبيا بأربعين مقذوفا تم رصده من جنوب لبنان تجاه ميروم بالجليل الأعلى، كما تم تفعيل سفارات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات، وأظهرت صور اشتعال حرائق في مناطق متعددة أيضا. هذا وخلال زيارته لقاعدة في الجبهة الشمالية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الجيش والأجهزة الأمنية تراقب عن كثب ما يحدث في بيروت وطهران، ويعملون على مدار الساعة ليكونوا جاهزين لإزالة أي تهديد. قد ظهر جالانت وأمامه العلم اللبناني مهددا بأن الاستعداد مستمر لمختلف خيارات الهجوم أينما تقرر ذلك. أيضا وافقت الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة وعتاد عسكري لإسرائيل بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار. وبحسب بيان للخارجية فإنه جرت الموافقة على صفقة محتملة لبيع طائرات من طراز F-15 لإسرائيل بنحو 19 مليار دولار، وأيضا قذائف مدفعية من عيار 120 ملم مقابل 774 مليون دولار، ودبابات تكتيكية بنحو 590 مليون دولار. أما في سوريا فقد قال مسؤول أمريكي لرويترز إن المقذوفات التي أطلقت باتجاه القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو شرقي سوريا لم تصبها وفشلت في الوصول لهدفها. ذكرت تقارير سورية أن حريقا اندلع في القاعدة عقب الهجوم بحسب مقاطع متداولة، كما حلقت مسيرات أمريكية بشكل مكثف في محيط القاعدة. أما في اليمن فالجيش الأمريكي أعلن في بيان له عن تدمير زورقين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر كان يشكلان تهديدا للقوات الأمريكية والتحالف الدولي والسفن التجارية في هذه المنطقة. وإلى السودان، حيث حثت المنظمة الدولية للهجرة دول العالم على زيادة تبرعاتها لمواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم في هذا البلد، محذرة من أن التقاعس قد يكلف عشرات آلاف الأرواح. القائم بأعمال المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أكد أن المنظمة لم تتلقى إلا 21% من الدعم الذي تحتاجه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين الذين يواجه الكثير منهم الآن الجوع والمرض والفيضانات. على ذكر النزوح يا حنين، كانت بالأمس الأرقام تتحدث عن النزوح في الداخل السوداني تتجاوز 12 مليون شخص، فيما حين أن النزوح خارج أو الهجرة خارج السودان قاربت 4 ملايين. هذا طبعا في إطار الأرقام الرسمية، لكن ربما يقدر الخبراء هذه الأرقام بأعلى من هذه الأرقام بكثير، لأنه طبعا في ظل الحروب والصراعات الدائرة والاشتباكات المسلحة صعب الإجراء أرقام دقيقة يعني عدد النازحين صحيح. في هذه المناطق في السودان كذلك، بعدما كانت الخرطوم مركزا حيويا على ضفاف النيل، حول القتال العنيف المستمر منذ 16 شهرا المدينة إلى ساحة أشباح. رائحة الموت باتت تفوح في كل مكان من العاصمة السودانية، صور الدمار والقبور تنتشر في شوارع الخرطوم الشاهدة على معارك طارية. المشهد المأساوي هذا يتكرر في أنحاء الخرطوم التي تحولت معظم معالمها ومبانيها الحكومية إلى أنقاض، وذلك وفق صحيفة وول ستريت جورنال. ثالث أكبر دولة أفريقية تعيش أزمات إنسانية كارثية مع نزوح ملايين السودانيين من ديارهم وتهديد الجوع لنصف السكان والنظام الصحي كذلك على وشك الانهيار. ليس هذا فقط، هناك أيضا تحذيرات كبيرة من إبادة جماعية في السودان لتكون أول مجاعة في العالم منذ عام 2017، إذ يعاني حوالي 48 مليون نسمة من فقدان الطعام، بينما أجبر واحد من كل 4 على ترك منزله. ومع استمرار المساعي الدولية لإنهاء الحرب في السودان، أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور بن كاردن بيانا دعا فيه الجيش السوداني إلى إرسال وفد للمشاركة في محادثات السلام المقرر أن تبدأ اليوم في جنيف. كما طالب بن كاردن الشركاء الدوليين بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان وبشكل عاجل.
أيضا شدد رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان على أن الطريق للسلام في السودان واضح، وهو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في منبر جدة. البرهان أضاف في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش أن العمليات العسكرية لن تتوقف قبل انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والقرى التي سيطرت عليها. إلى ليبيا، حيث المبعوث الأمريكي في البلاد ريتشارد نورلاند حذر ويحذر من أن محاولات استبدال قيادة المصرف بالقوة قد تؤدي إلى فقدان ليبيا القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. جاء هذا خلال لقاء جمع بين نورلاند ومحافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير بمقر سفارة واشنطن في تونس. أيضا في ليبيا، وفي أول رد لها على قرار البرلمان الليبي، قالت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة إن قرار البرلمان بإنهاء ولايتها هو رأي سياسي غير ملزم ولن يغير من الواقع شيء، مشددة على أن مهامها لن تنتهي إلا بإجراء انتخابات عامة. كان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قد أعلن في وقت سابق أن مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس برئاسة عبد الحميد دبيبة، كما اعتبر المجلس حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة. وإلى كردستان العراق، حيث ألقت أزمة الجفاف بظلالها سلبا على حياة سكان أربيل، وضرب الجفاف عددا من أبار المياه ما اضطر السكان إلى تأمين المياه عبر الصهاريج. لا تأتينا مياه الشرب منذ 17 يوما، ولذلك نضطر لشراء الماء من الصهاريج لتعبئة خزاناتنا الفارغة. هكذا قال العم صابر واصفا أزمة المياه التي تضرب عددا من أحياء أربيل في فصل الصيف على وقع الجفاف الذي يضرب العراق منذ سنوات، بالإضافة إلى قلة الآبار والانقطاع المتكرر للكهرباء. لساعات طوال ينتظر العم صابر وزوجته دورهم حتى يصله صهريج الماء، أزمة تتكرر في كل صيف، مما أجبرهم على التقنين بصرف المياه في المنزل، حالهم حال آلاف السكان. نضطر لشراء الماء عن طريق الصهاريج، مع أن ما نشتريه لا يكفينا في فصل الصيف، لأننا نستخدم المبردات ونستهلك كميات كبيرة من المياه، ونفكر بالعودة إلى القرية بسبب شح المياه. رافقنا صاحب أحد الصهاريج حيث المكان الذي يجلب منه الماء، فبيع الماء بات تجارة رائجة في أربيل، لكنها لا تخلو من الضوابط الحكومية. بالمقابل يتعامل السكان مع هذه الأزمة بزيادة عدد خزانات المياه في منازلهم، إلا أنها لا تكفيهم سوى بضعة أيام حسب قولهم، ثم يعودوا لشراء المياه مرة أخرى. الأزمة موجودة منذ فترة بسبب إعادة صيانة أنابيب مشروع مياه الإفراز، وقد وصل سعر صهاريج المياه إلى أكثر من 80,000 دينار. تسببت أزمة المياه بعدد من أحياء أربيل في ترك بعض العائلات منازلهم والتوجه للسكن في القرى الجبلية البعيدة قرب عيون المياه، خصوصا في فترة الصيف، فارين من حرارة الصيف وشح المياه. من أربيل، أحمد الحمداني، العربية. أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا فيها بعد هذا الفصل. حملة كامالا هاريس تتلقى بلاغاً بأنها استهدفت من الخارج. لدينا أيضاً في أخبار الصباح ضابط استخباراتي سابق يكشف تورط روسيا في احتجاجات بريطانيا. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. إلى الولايات المتحدة، والبداية من المعسكر الجمهوري، حيث أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن مكتب الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في فيرجينيا تعرض لعملية سطو
مكتب عمدة مقاطعة لودن بشمال فيرجينيا مايك تشابمان قال في بيان إن الحادث وقع في مكتب استأجرته حملة ترامب واستخدم أيضا كمقرا للجنة الجمهورية للمنطقة العاشرة في الولاية. بيان مكتب عمدة فيرجينيا أوضح أن لديه فيديو للمراقبة يظهر شخصا يرتدي ملابس وقبعة ويحمل حقيبة ظهر. كما أكد العمدة مايك تشابمان أنه نادرا ما يتم اقتحام مكتب لحملة سياسية أو حزب في البلاد. مضيفا كذلك العمدة عن عزم الأجهزة الأمنية على تحديد هوية المشتبه به والتحقيق في ملابسات الحادث. ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا تراجعت بنسبة تتخطى 5% بعدما أعلنت الشركة عن خسائر في أول ربع لها بعد الاكتتاب العام. وفقا لشبكة NBC نيوز الأمريكية، فإن التراجع تزامن مع عودة ترامب إلى منصة إكس، ذلك قبل إجرائه لمقابلة مع مالكها إيلون ماسك في وقت لاحق بالأمس. ما كذلك أثار الشكوك بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق سيواصل تفضيل منصته الخاصة تروث سوشيال والمملوكة لمجموعة ترامب ميديا. هذا وكانت حملة ترامب قد أعلنت في وقت سابق أن عودة المرشح الجمهوري إلى منصة إكس ستكون لفترة قصيرة. نبقى مع ترامب أيضا. على ما يبدو أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يسعى لمساعدة المرشح الجمهوري لوقف صعود شعبية منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. شبكة CNN الأمريكية قالت إن ماسك الذي يعد أغنى رجل في العالم اتفق على كل شيء مع ترامب الذي كان سابقا أقوى رجل في العالم، وربما سيكون كذلك مرة أخرى قريبا. الشبكة الأمريكية اعتبرت أيضا مقابلة ترامب مع ماسك على منصة إكس هي بمثابة خط إمداد للمرشح الجمهوري دون مراجعة لأكاذيبه ونظريات المؤامرة والتطرف في الوقت الذي يعمل فيه في ذات الوقت على إبطاء صعود هاريس حسب الشبكة الأمريكية. وحوار ترامب مع ماسك مثل فصلا آخر غير عادي في حملة رئاسية تحدث المنطق بتحويلاتها أو تحولاتها المذهلة في الأسابيع الأخيرة بحسب CNN. فخلال المقابلة بدأ ماسك أحياناً وكأنه يستخدم قوة شخصيته ومنصته لتدريب ترامب على التعامل مع كيفية تقديم حجة أفضل ضد هاريس. وكذلك في تبعات محادثة ترامب وماسك لم تقف عند الحديث فقط عن إبطاء هاريس، ففي مقابل ذلك رفع اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية ضد كل من دونالد ترامب والملياردير الأمريكي إيلون ماسك. اتهم اتحاد عمال السيارات الأمريكي كل من ترامب وماسك بمحاولة ممارسة الترهيب على العمال بشكل غير قانونية. أسامة، صحيح، هذا طبعا على خلفية المحادثة التي جرت بينهما وتضمنت دعوة لطرد العمال المضربين تحديدا في قطاع السيارات إذا قاموا بالاحتجاج على الأجور. على الجانب الآخر من الانتخابات، أفاد موقع NBC بأن حملة كامالا هاريس تلقت إخطارا من مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن كيانا خارجيا استهدفها بحملة تأثير. وقالت حملة هاريس إنها تطبق تدابير أمنية سيبرانية قوية. إلى فرنسا الآن. بينما تستعيد الحياة الأساسية نشاطها شيئا فشيئا بعد انتهاء أولمبياد باريس، دعا جابرييل أتال رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى تشكيل تحالف برلماني للاتفاق على تشكيل حكومة، على أن يضم هذا التحالف كل القوى السياسية باستثناء أقصى اليمين وأقصى اليسار. يؤسس رئيس الجمهورية لجمهورية الرئيس الذي يحكم وحده إذا لم يشكل حكومة خلال أيام، يقول خصومه. حكومة يرى اليسار أنها يجب أن تكون مستقلة عن إرادة الرئيس بدل حكومة مستقيلة تخضع لإدارته. يجيب ماكرون همسا عبر معاونيه: نتحدث مع كل اليمين ما عدا أقصاه، ومع كل اليسار ما عدا أقصاه لهجة ضدنا. والمقصود هنا حزب ميلانشون الذي ينتقد ماكرون لهجته الحادة ضد إسرائيل. يذكر قصر الإليزيه بأن الدستور لا يلزم الرئيس بتسمية رئيس حكومة من الحزب الذي تصدر النتائج في حال حصول هذا الحزب على غالبية نسبية بدل المطلقة، لكن خصوم ماكرون من اليسار خصوصا يقولون أن عليه
احترام تقاليد الجمهورية التي تفرض ذلك، وفيما تبقى الهدنة السياسية صامدة يبقى الرئيس صامتاً لا يستعجل تسمية رئيس حكومة. أما رئيس حكومة تصريف الأعمال جابرييل أتال وبصفته رئيساً لكتلة نواب التحالف الرئاسي فقد وجه دعوة لإنشاء تحالف برلماني بين كل القوى السياسية باستثناء أقصى اليمين وأقصى اليسار. الآن نذهب معكم إلى التطورات المرتبطة بالحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين القول إن روسيا قامت بسحب قوات عسكرية من الجبهة في أوكرانيا للرد على هجوم أوكراني على الأراضي الروسية في كورسك واستمرار كذلك المعارك هناك. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن توغل كييف يجبر موسكو على إعادة تنظيم قواتها على الجبهة. ومن جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوغل الأوكراني في كورسك بروسيا خلق معضلة حقيقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. I've spoken with my staff on a regular basis probably every four or five hours for the last six or eight days and it's creating a real dilemma for Putin and we've been in direct contact, constant contact with the Ukrainians. That's all I'm going to say about it while it's active. في المقابل انتقد نائب السفير الروسي بالأمم المتحدة الحلفاء الغربيين لأوكرانيا لعدم إدانتهم توغل كييف في منطقة كورسك الروسية، متهما كذلك القوات الأوكرانية بقتل المدنيين. لم نسمع سوى تصريحات دعم لنظام زيلينسكي من الولايات المتحدة وحلفائها تقول إن هذه المغامرة العسكرية تتناسب مع الجهود الأوكرانية لعرقلة الهجمات على أراضيها السيادية. سأكون ممتناً لو تم التوضيح كيف يمكن لاستهداف المدنيين عمداً أن يعطل الهجمات على الأراضي الأوكرانية، مع العلم أن ذلك لن يوجه أي ضربة للأهداف العسكرية. هذا وتوعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قوات أوكرانيا بأنها ستنال ما تستحقه من عقوبة على هجومها الإرهابي على أراضي روسيا على حد وصفه. ميدفيديف أشار إلى أن العقوبات الروسية تفرض مجموعة متنوعة من العواقب بما في ذلك لقيادة النظام القومي المتعصب في كييف. هذا من جانب روسيا. أما من جانب أوكرانيا، أعلن السكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو أعلن عن مشروع لتحديد سن التجنيد في أوكرانيا يتراوح بين 20 و50 عام، واعترف كوستينكو بالتجاوزات من جانب مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية. وفقا له فإن الموظفين بمراكز التجنيد يطاردون المواطنين كما يصطادون مدمني المخدرات والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية والذين يساقون بعد ذلك في وحدات التدريب لفترة طويلة كونهم غير مؤهلين للقتال. في وقت سابق كانت صحيفة The Wall Street Journal ذكرت أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد في الجيش وأنه أصبح من الصعب تجنيد أشخاص جدد. ديمتري بويفيل فنان تشكيلي أوكراني موهوب بالنحت الحي من منطقة سومي التي تقع على حدود روسيا، قتل ديمتري بعد أن تطوع للقتال في صفوف الجيش بعدة أشهر، وإدارة سومي أقامت له جنازة رسمية انطلقت من مسرح المدينة حيث توافدت أعداد كبيرة من سكان سومي لوداعه. ديمتري بويفول فنان تشكيلي أوكراني كان مولعا بالفنون الاستعراضية وتخصص في النحت الحي. ديمتري من أبناء مدينة سومي، وهو أول من أدخل النحت الحي قبل 10 أعوام إلى المدينة. عاش لنشر الفنون وإدخال الفرح على نفوس سكان مدينته بالمهرجانات والعروض التي كان يصممها، وكان له حلم. مرحبا، اسمي ديمتري بوفيول، أنا رسام فن الشارع. النوع المفضل لدي هو النحت الحي. لدي أكثر من 20 شخصية. لدي حلم استعادة صور الشعوب القديمة التي سكنت أراضينا وإظهارها للعالم أجمع.
نشأت رغبة بويفول في التطوع بالجيش بعد أن خرج الروس من قريته التي كانوا يسيطرون عليها، فالتحق بالقوات المسلحة وقاتل في صفوفها لقرابة العام. لم ترغب زوجته في إثنائه عن هذا القرار. منذ بداية الحرب واسعة النطاق لم يتمكن ديمتري من الجلوس ساكنا، لأنه مثل معظم الرجال الأوكرانيين قال: ماذا سأقول لأطفالي عندما يسألونني عندما جاءوا لقتلنا أين كنت يا أبي؟ ما هي إلا عدة أشهر حتى أتاها خبر مقتله، تاركها خلفه حبلى في شهرها السابع. غادر بويفول دون أن يرى طفلته التي ستكمل شهرها السادس قريبا، أسمتها ناتاشا ماريا. في ذلك اليوم كنت أخطط لإرسال بعض صور الجنين له عبر البريد كمفاجأة، وكنت أستعد للتو للذهاب إلى المستشفى لإجراء تصوير بالموجات. عندما اتصلوا بي من الجيش طلبوا مني أن أحضر إليهم، وعندما ذهبت قدموا لي العلم وأخبروني بمقتله. لأكن صادقة، أنا لا أصدق ذلك، ربما لو لم أره لما صدقت ذلك. لقد كنت في حالة صدمة، كأن الأمر لا يحدث معي أو أني أحلم. كنا نشاهد الرسوم المتحركة معا، وكان يقرأ لي الحكايات والقصص. كان بويفول محبوبا من الجميع صغارا وكبارا، وكيف لا وهو يرسم الابتسامة على وجوههم. لا يمر أحد بمركز مدينة سومي دون أن يلاحظ وجوده بأزيائه ذات الألوان الجذابة. وضع أصدقاء بويفول له نصبا تذكاريا في المكان الذي اعتاد أن يقدم عروضه فيه، تخليدا لذكراه وتعبيرا عن محبتهم واشتياقهم له. حذيفة عادل، العربية، سومي. إلى بريطانيا، حيث أعلنت الشرطة اعتقال أكثر من 1000 شخص على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا. كما أضافت الشرطة أنها وجهت اتهامات إلى 575 شخصا على الأقل، فيما تواصل المحاكم في بريطانيا النظر في قضايا متهمين بالضلوع في الاضطرابات بعشرات البلدات والمدن في بريطانيا ومقاطعة أيرلندا الشمالية. وفي ذات السياق، كشف ضابط استخباراتي بريطاني سابق عن تورط واضح لروسيا في أعمال الشغب التي اجتاحت بريطانيا أخيرا. أوضح رئيس سابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني كريستوفر ستيل أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقات مكثفة مع المحرضين على الاضطرابات التي يقودها اليمين ضد المهاجرين في الأسابيع الأخيرة. ستيل أضاف أن التحقيقات الحالية تشمل فحص تحركات واتصالات شخصيات بارزة في اليمين مثل تومي روبنسون الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية ونايجل فراج الذي أثار شكوكا حول الرواية الرسمية للهجوم في ساوثوارت. أيضا بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بريطانيا في الأيام الماضية، يبدو أن مخاوف حزب العمال من منصة إكس تتزايد، لذلك بدأ نواب الحزب بمقاطعة منصة إكس. السبب هو الاحتجاج على تحول المنصة إلى أداة لنشر المعلومات المضللة وتعزيز خطابات الكراهية حسب تعبيرهم. أحد النواب أيضا اعتبر أن إيلون ماسك مالك منصة إكس حولها إلى مكبر صوت للخصوم الأجانب والجماعات اليمينية، ومن هذا المعتقد لجأ النواب لمجموعات واتساب لطرح مخاوفهم بشأن دور منصة إكس في نشر المعلومات المضللة والمرتبطة بأعمال الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة. وبذلك اعتبر ماسك أعمال الشغب هذه بالحرب الأهلية الحتمية، معرضه للانتقادات من الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر. إيلون ماسك ومنصته يحدثان جدلا في بريطانيا، فتعليقات مالك منصة إكس خلال الاضطرابات العنيفة فضلا عن انتقاداته المباشرة للحكومة العمالية ورئيسها دفعت نوابا بريطانيين إلى إغلاق حساباتهم. العديدون هنا في بريطانيا عبروا عن مخاوفهم من الدور الذي لعبته المنصة في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد، خصوصا بعد وصف ماسك الاحتجاجات بالحرب الأهلية وزعمه دون أي دليل أن الحكومة تريد إرسال مثيري الشغب إلى معسكرات في جزر فوكلاند، وهو ما اعتبره نواب بريطانيون تأجيجا للخطاب الشعبوي الذي أشعل فتيل الاحتجاجات منذ البداية، وما أثار أيضا استياء رئيس الوزراء كير ستارمر الذي قال على لسان متحدثه إنه لا مبرر لتعليقات ماسك. وبدأ بالفعل نواب من حزب العمال إما بالانسحاب من المنصة أو الحد من استخدامها،
بعدما أصبحت في رأيهم مرتعا لجماعات أقصى اليمين، وكشفت صحيفة الجارديان أن النائب نوا لو من بينهم، كما حذروا من الدور الذي لعبته في نشر المعلومات المضللة قبيل أعمال الشغب التي قادها أقصى اليمين في أجزاء مختلفة من إنجلترا. وكشف بعض هؤلاء النواب أنهم يدرسون استخدام منصات بديلة مثل ثريدز وبلو سكاي. ويصور ماسك نفسه على أنه مؤيد لحرية التعبير، حيث أعاد حسابات شخصيات مناهضة للمهاجرين والمسلمين مثل الناشط اليميني البريطاني تومي روبنسون بعد شرائه المنصة عام 2022. أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. الصين تشغل أكبر محطة كهرباء تعمل بالمياه في العالم. يوليو الأكثر حرارة على الإطلاق، والعام الجاري ينافس بقوة على أكثر الأعوام سخونة. أهلا بكم من جديد. خلص تقرير نشرته مجلة فاربس الأمريكية إلى أن العملة الرقمية المشفرة بيتكوين أفضل من الذهب في مجال الاستثمار وكمادة للتحوط أيضا خلال الأزمات بسبب التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، والتي نسفت النظرية التي تزعم بأن الذهب هو السلعة الأفضل خلال الأوقات غير الآمنة. بحسب تقرير المجلة، فإن المقارنة بين الذهب والبيتكوين تعود إلى العديد من الخصائص الأساسية، حيث أن كثيراً ما يصف المستثمرون بأنه مضاد للدولرة الاقتصادية أو كتحوط ضد التضخم، وبالنسبة أيضاً لمعظم المستثمرين تشكل هذه الأصول نسبة متواضعة فقط من الاستثمارات الإجمالية. شيء غريب للغاية، الذهب شيء يعني نراه بأعيننا، نمسكه بأيدينا على مدى عقود، الدول تلجأ إليه للتحوط. الآن الحديث عن البيتكوين، لا أرى مدى طبعا اتفاق الاقتصاديين على هذه، أنه لو تتذكرين كان البيتكوين، ولكن يعني فوربس يعطي الموضوع أهمية كبيرة، يعني إذا إن كانت فوربس تقول ذلك فالناس ربما تتجه بشكل كبير للتصديق. لكن لا ننسى أنه غير أن النقطة الأساسية التي قلتها، الذهب ملاذ آمن، الناس تلجأ إليه، يمكنها أن تمسكه وتراه، ولكن صحيح. البيتكوين، لكن هو يعني حتى البيتكوين يعني فوربس تجاهلت بأنه البيتكوين هو يعني تتحدث عن أنه ملاذ آمن، هو ملاذ آمن لكنه ارتفع ل 67,000 دولار وعاد ل 50,000 دولار في خلال يعني أيام معدودة، فيعني كذلك لم يحدث للدولار ولم يحدث حتى للذهب هذا الانخفاض الكبير، فلا نعلم طبعا. وحتى أن يعني العدد محدود للبيتكوين حتى الآن، هناك صحيح؟ عدد محدود للبيتكوين على عكس الذهب، يعني ربما الحسابات تختلف ولا يجدر مقارنة. لا نعلم طبعا ما الذي سيذهب بنا العالم إليه. إنجاز صيني جديد، الصين تعلن تشغيل أكبر محطة كهرباء تعمل بتخزين وضخ المياه في العالم بقدرة 3.6 ميجاوات، وذلك بعد الانتهاء من العمل في بنائها. شركة ستيت غريد كورب الصينية أكدت أن محطة فينغ نينغ لتخزين الطاقة في مقاطعة خبي شمال بكين بدأت عملياتها التجارية بوحدتها التوربينية العكسية 12 لتعزيز قدرة البلاد في مجال الطاقة الخضراء. تمتلك وحدتان من 12 وحدة وتكنولوجيا متغيرة السرعة الأولى من نوعها في البلاد، وهي التي تسمح للمحطة بالتكيف مع أحمال شبكة الكهرباء بوتيرة أسرع. وكذلك تبلغ خطرة المحطة 3.6 ميجاوات كما قلنا، فيما تبلغ تكلفة 3.5 مليار دولار سنغافوري، وكانت مشروعا رئيسيا مصمما لتوفير الطاقة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022. تستهدف الصين زيادة إنتاجها من الكهرباء عن طريقة محطات تخزين وضخ المياه إلى 120 جيجاوات بحلول 2030، وذلك بحسب الإدارة الوطنية للطاقة. أصدرت شركة مرسيدس بنز في كوريا الجنوبية أسماء موردي بطاريات السيارات الكهربائية استجابة للغضب الشعبي بعد أن اشتعلت النيران في إحدى سياراتها في ساحة انتظار السيارات في وقت سابق من هذا الشهر. وكشفت شركة مرسيدس كوريا على موقعها عبر الإنترنت أن سيارة مرسيدس بنز من طراز AQE350 التي انفجرت واشتعلت فيها النيران كانت تحتوي على بطارية من الشركة الصينية فورس إنرجي. كما ذكرت الشركة أن الموردين الآخرين لبطاريات مرسيدس يشملون الشركة الكورية الجنوبية LG Energy Solution وCATL الصينية.
يختبر تطبيق إنستغرام ميزة فريند ماب الجديدة، والتي تشبه بشكل لافت للنظر ميزة خرائط سناب شات أو سناب مابس الشهيرة في تطبيق سناب شات. الميزة الجديدة في إنستغرام تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات النص والفيديو على الخريطة بناء على موقعهم، وهي تشبه ميزة خرائط سناب من ناحية الخريطة المشتركة المرئية لمجموعة محددة مسبقا من الأصدقاء. فريند ماب الميزة الجديدة تخضع حالياً لاختبارات محدودة في أسواق محددة، وتثير مخاوف بشأن الخصوصية ومشاركة الموقع. لكن يبدو أن الميزة الجديدة لإنستغرام تتضمن ضوابط خصوصية أكثر صرامة على عكس خرائط سناب شات التي تسمح بالنشر العام. بينما يشدد إنستغرام على التركيز على السلامة والتحكم في المستخدم، تظل هناك أسئلة حول إمكانية مشاركة الموقع على نطاق أوسع والمدة التي ستظل خلالها المنشورات مرئية أيضاً على الخريطة. إلى أولمبياد باريس التي يرى البعض أنها الأفضل، أضافت الدول العربية 17 ميدالية إلى رصيدها التاريخي في الدورات الأولمبية خلال باريس 2024، من بينها 7 ميداليات ذهبية. تصدرت البحرين قائمة الدول الأكثر فوزاً بالميداليات خلال الدورة الحالية، وبهذا الرصيد ارتفعت حصيلة الدول العربية تاريخياً من الميداليات إلى 145 ميدالية. كانت الدورة الحالية هي ثاني أفضل دورة للعرب بعد دورة طوكيو 2020 والتي أقيمت في عام 2021 بسبب جائحة كورونا، حيث حصدت الدول العربية آنذاك 18 ميدالية. بنظرة أيضا إلى تاريخ الدورات السابقة، يتبين بوضوح تفوق العرب في ألعاب القوة التي استحوذت على نحو 39% من إجمالي الميداليات التي حصدتها الدول العربية، تحديدا سباقات العدو للمسافات الطويلة وكذلك أيضا المسافات المتوسطة. وبعد ألعاب القوة تأتي منافسات رفع الأثقال والملاكمة والمصارعة ثم التايكواندو. وعبر تاريخ الدورات الأولمبية تصدرت مصر ترتيب الدول الأكثر فوزاً بالميداليات، ومن بعدها المغرب والجزائر وتونس. وكان المصري السيد نصير أول عربي يحقق الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية حين تصدر مسابقة حمل الأثقال لفئة وزن 82 كيلوغراماً وأعلى، وذلك في أولمبياد أمستردام عام 1928. بالنظر على أولمبياد هذا العام، يعني أول 10 أيام من الأولمبياد يبدو أنه كان الأداء المنتخبات العربية أو المشاركة في هذا متواضع لحد كبير، لكن في الأسبوعين الآخرين يعني حققوا بكل إنجازات تأكيد كبيرة. يعني نتحدث عن 17 ميدالية صحيح، وكذلك وجوه يعني نسائية كانت لافتة كذلك مشاركتها في الأولمبياد. نذهب أيضا إلى خبر رياضي. القميص الثالث لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للموسم الكروي الجديد 2024-2025 أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ألوانه الأحمر والأبيض والأسود. أشارت شريحة كبيرة من الجماهير في بعض التعليقات على منصة إكس إلى أن الألوان التي ظهرت على القميص تشير إلى علم مصر الذي يضم الألوان الثلاثة أيضا، وهي الأحمر والأبيض والأسود بشكل عرضي، فيما قال آخرون إنه يشبه العلم السوري، منهم من قال كذلك إنه يشبه العلم العراقي. هذا طبعا فيما يتعلق بتكهنات، لكن ماذا عن النادي؟ النادي الإنجليزي أكد عبر موقعه الرسمي أن العلم ثلاثي الألوان الأحمر والأبيض والأسود يوحد مشجعي النادي في جميع أنحاء العالم. كان الشهر الفائت أكثر حرارة، يوليو الأكثر حراً على الإطلاق، وشكل الشهر الرابع عشر الذي يشهد على التوالي درجات حرارة شهرية قياسية، ذلك طبعا بحسب وكالة أمريكية متخصصة. أشارت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي في نشرتها الشهرية إلى أن عام 2024 العام الحالي قد يكون بنسبة 77% العام الأكثر حرا على الإطلاق حتى الآن. وكان كذلك مرصد مناخي أوروبي قد لفت إلى أن يوليو 2024 كان أقل حرا بقليل من يوليو 2023.
وسيكون العام الحالي بالتأكيد بين السنوات الخمس الأكثر حراً بحسب الوكالة الأمريكية التي تعود وترجع معطياتها في هذا الشأن إلى 175 عاماً. لكن مفارقة غريبة، يوليو هذا العام يعني طبقا لمرصد كوبرنيكوس يتحدث بأنه أقل حرا من يوليو العام الماضي. أتذكر جيدا بأنه هذا العام في يوليو كان الجميع يتحدث بأن هذه هي أقصى درجات حرارة، ذروة الحرارة صحيح، يعني لم يقارنها كثيرون بيوليو العام الماضي، لكن طبعا أكيد المرصد لديه درجات لا نعلم. وكل عام هو يعني نقول إن هذا العام الأكثر سخونة إذا ما بدأنا منذ العام الماضي وحتى العام الذي سبقه، ولكن الآن الحديث عن أكثر عام سخونة منذ 175 عاما، منذ أن تم بدء تسجيل درجات الحرارة. لكن بكل التأكيد يعني نتمنى أن تتوقف الأمور عند هذا الحد. أيضا تواصل فرق الإطفاء مساعيها في السيطرة على حرائق الغابات في مختلف دول العالم، لا سيما في اليونان، وسط تحذيرات للسكان من الابتعاد عن أماكن الحريق للحفاظ على سلامتهم. إذن أظهرت مقاطع فيديو رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد الحرائق بالقرب من فيردي بولاية نيفادا، والتي أتت على عدد كبير من الأراضي وتسببت بإغلاق الطرق الرئيسية. قال باحثون في العراق وأستراليا إنهم طوروا أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تحليل لون لسان الشخص للكشف عن حالته الصحية والأمراض التي يعاني منها في الوقت الفعلي بدقة تصل إلى 98%. بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فقد تم استخدام 5260 صورة لتدريب الذكاء الاصطناعي على الأمراض التي قد يشير إليها لون اللسان. اختبر الباحثون الأداة الجديدة على 60 حالة من مستشفيين تعليميين في الشرق الأوسط. نعم، وجلس المرضى على بعد نحو 20 سنتيمترا من جهاز الكمبيوتر المحمول المزود بكاميرا ويب، التقطت صورة للسانهم. وبالفعل يعني اللسان يعطي دلالات كثيرة، صحيح، وعلامات كثيرة على أمراض كثيرة، تحديدا الكبد وأمراض الأمعاء وحتى فيما يتعلق بالجهاز الهضمي بشكل كامل. صحيح. ولكن هذا استخدام جيد للذكاء الاصطناعي. طبعا يعني نتمنى طبعا نتوقف استخدامات الذكاء الاصطناعي، يعني شيء كويس. منروح على أكثر حدا بيحب الذكاء الاصطناعي، لريم. أموت فيه. صباح الخير يا ريم. صباح الخير حنين وأسامة. نعرف أنه عن طريق اللسان نعرف إذا كنت صايم ولا فاطر. يوم صرنا نعرف أشياء تانية ولا نعلم ماذا يخبئ لنا المستقبل. عموما هناك دراسة تقول بأن الأخلاق والمبادئ تتغير بتغير فصول السنة، يعني مزاجك وشخصيتك بتتغير بناء على صيف وشتاء ولا خريف وربيع. إيش رأيكم؟
حيرتنا هالدراسات يا ريم، بطلنا نفهم عليها. يعني أنا بالصيف مبادئي غير فصل الشتاء غير فصل الربيع. لا يعني في المزاج، أنا شخصيا بتأثر صراحة. بالضبط، أنا أتأثر، أنا في أكره الاكتئاب، يعني يجيني اكتئاب من الظلمة ومن الغيوم ومن الدنيا اللي لونها رمادي، ولما تشرق الشمس ويجي الصيف أشعر بالبهجة والسعادة. بس هذا بعيد يعني عن موضوع المبادئ أكيد، لأن أنا بشوف أنه في دراسات مرات بتعطي يعني تلفت الناس لأشياء أو ممكن تخلق لهم مبررات، ما بعرف. بكل تأكيد يعني في ممكن حالة الطقس تأثر على الحالة النفسية، ده بنشوف ده مثلا في اثناء ارتفاع درجات الحراره خاصه على الطرق، يعني ده يعني ارتفاع اقترح فتره الصيام مثلا، حالات الطلاق اصلا كمان في الصيف في بعض المناطق. لكن انه الاخلاق، يعني الاخلاق طبعا نسبيه بتختلف، ما هو اخلاقي بالنسبه لشخص هو غير اخلاقي بالنسبه لشخص اخر، لكن يعني اعتقد انها بتتاثر بالتعليم، ربما بالثقافه، بالادراك، بالوعي، بتجارب ممكن دي. يا أسامة الموضوع أسهل من كده بكثير. ما هو أنت حطالي، أنت تسأليني بتقوليلي الأخلاق، مبادئ وأخلاق، فإحنا مش قادرين بتغير بتغير الفصول. يعني تلاقي الأم عصبية في الصيف، في الشتاء ترضى على بعض الحاجات اللي ما كانت راضية عنها. هذه حالة نفسية ما لهاش علاقة بالأخلاق. كل الأحوال هنتابع الإجابات معاكي بعد موجز الأخبار يا ريم.